أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل حلق اللحى وإسبال الثياب وشرب الدخان والتكاسل عن الصلاة يعتبر صاحبها فاسقا؟ الصغائر لا يعتبر صاحبها فاسقا، إنما هذا في الكبائر. وإلا أن العلماء ذكروا أنه إذا أصر على الصغيرة وداوم عليها أنها تتحول إلى كبيرة، لأن هذا من المجاهرة. نعم، فهذا فيه خطر شديد بلا شك.